بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الطلبة الصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي تلخيص النحو في ثلاثة وعشرين صفحة ممكن تتابعوا معايا بالقراية كده التاء المفتوحة والتاء المربوطة أول موضوع زي أنت بيت زهرات التاء المربوطة بتنطق هاء زي شجرة زهرة بس لو جه بعدها ألف ولام بتتنطق ت شجرة المدرسة مثلا طيب عندنا بعد كده حل الكلمات دي طبعا زي ما احنا عارفين كلمة شمعة مقاطع الصوتية شم ع طب التاء هنا نوعها ايه منطوقة هاء طيب كملوا انتوا بعد بقى بقية التدريب ممكن توقفوا الفيديو ممكن توقف الفيديو وتحملوا بقية التدريبات انا بحاول اختصر في الوقت عن قد ما اقدر ممكن الاب والام الام يتابع معايا ويكمل بقية التدريبات كشكل وورك واجب منزلي حروف الجر الاصلية طبعا من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام هنا طفلي الصغير تذكر ان تضع كسرة بعد الاسم المفرد التالي حرف الجر مثل يعيش الناس في المدينة وتنو... وتنوين بالكثرة إذا كان الاسم مفرد نكرة بدون ألف ولام مثال قرأته من كتاب جديد طيب بقى نحل معك أول واحدة نأخذ العمل النحل طيب نأخذ العسل معلش هنا يعني الصورة مش واضحة شوية والسين مش واضحة شوية نأخذ العسل طبعا من النحل يبقى حرف الجر اللي احنا هنختاره هنا من كملوا بقى الباقي انتوا شكل هوم وورك واجب منزلي واجب اختار الحرف حرف الجر المناسب برضو نذهب الى الاسكندريه في الصيف كمل باقي في واجب ورقه وقلم تمسك ورقه وقلم وتتابع معايا وتحل ممكن تكتبولو في التعليقات اي سؤال مش عارفين تجابوا عليه حلو معاكم النكره والمعرفه النكره بيدل على حاجه مش عارفينها تلميذ تلميذ وخلاص ما في تلاميذ كتير شجرة ما في شجر كتير ايه انهي شجرة يقصدها ده النكرة اما المعرفة بقى لما اقول الشجرة يبقى انا قصدي على هذه الشجرة معينة مثلا يبقى حطيت لها ألف ولام أو لو حطيت قدامها هذا أو هذه هذه الشجرة أو هذا الولد طيب يبقى كده خليت عرفتها انا بتكلم على حاجة محددة طيب عندنا برضو هنا نضع خط تحت الاسم الناكرة وخطين تحت الاسم المعرفة المكان ده كده معرف بالالف واللام طب صحفي ده كده نكرة عشان مش معرف بالالف واللام يعني ما هو معروفة كتير نكمل بقى بقى في الواجب اكمل مكان النقط بحرف جر مناسب وضعت الكتب في المكتب او على المكتب على المكتب طيب كملوا الباقي في الواجب الاسم والفعل والحرف الافعال طبعا في منها ماضي ومضارع وامر زي نصح قرا اجتمعت اه. احنا قدمنا شويه الاسماء بقى اللي هو قال تلميذ مجتهد باسم مدرسه كل ده اسماء بلادي جميله طيب الحروف اللي احنا لسه قائلينها من وين وعلى وواو وحرف حرف الجر برضو و و ثم طيب اقرا إيه الجمل الاتيه وميز الاسم من الفعل من الحرف طبعا هتحلها لي برضو فين في الواجب طبعا وضعه دي فعل حل معاكم اول واحده وضعه فعل ماضي التلميذ ده اسم الكتاب ده اسم في حرف جر الحقيبة اسم طيب علامات الاسم الاسم علامات تميزه عن غير اذا قابلت الكلمة حرف جر الفناء في المدرسة حرف نداء اكتب الدرس يا محمد يا ده حرف نداء طيب التنوين جرى التلميذ بسرعة طيب ألف ولام المعلم كانت هذه الكلمة اسما طيب طبعا هنحط خط تحت الاسم ده برضو هتحلها في الواجب انواع الاساليب طبعا في استفه... استفهام ده كلها اساليب استفهام اهوت اخرها الف ولام كم وان واين ومتى وكيف وهل كل ده ادوات استفهام امر اكتب اجتهد اخلص حافظ نداء يا محمد يا شباب يا علي طيب أسلوب نهي لا تهمل لا تؤجل طب أسلوب تعجب ما أجمل ما أروع ما أنقى طب نفس لا تكذب لا تلعب طيب طبعا أنت هنا بحط لي برضو في الواجب في الواجب نوع الاسلوب في كل جملة من الجمل الآتية الحقيقة والخيال الجملة التي تعبر عن حقيقة مثل الشمس تنير الدنيا الخيال الجملة التي لا تعبر عن حقيقة ضوء الشمس يشق الظلام طيب هنا الجمل هنا يا اما في الحقيقة تحط لها علامة صح لو في الخيال هتحط لها علامة غلط حلوة برضو في الواجب عندنا برضو هنا تخيل الصواب مما بين القوسين اهلا اهلا يا مدرستي ده حقيقة ولا خيال انا ده أنا شايفها ان هي خيال عشان مدرستي ده مش شخص عشان نقول له اهلا اهلا طيب كم بقى الباقي في الواجب حرف الجر المناسب بتحطولي في النقط زراعة, زراعة الاسرة اشجار ها أم في الحي طيب كمل الباقي في الواجب ضع حرف العطف المناسب في المكان الصحيح وقف باسم وبسمة في طابور الصباح طيب كملوا الباقي في الواجب أكمل مكان النقط بحرف الجر مناسب نأخذ الجب من اللبن كملوا الباقي في الواجب أكمل مكان النقط بحرف الجر عطف مناسب فاء أو واو أو ثم وصلنا إلى بيت عمي ثم تناولنا الغداء كملوا بقى الباقي في الواجب حلل كل كلمة مما يأتي قلم قاف ولام وميم محمد بقى الباقي بسمة ده انتوا تعملوها في الواجب نكمل الجو دول الآتي آه الكلمة واللام بتاعتها لام شمسية ولا لام قمرية آه بقول آه التلميذ ولا بقول آه التلميذ مم. لا ممكن اقول آه التلميذ بس كده اللام هنا لام شمسية مش لازم اقول آه التلميذ مش لازم طيب ام معلم في حاجة اسمها ام معلم لا لازم أنا اقول المعلم ما ينفعش اقول ام معلم أه الطفل اه يبقى لام شمسيه طيب يبقى اللام الشمسيه ما بتتنطقش بنقول الشمس مش لازم اقول الشمس اما اللام القمريه لازم تتنطق بقول القمر ما ينفعش اقول قمر أ قمر أ ما ينفعش يبقى فرقنا الفرق بين اللام القمريه واللام الشمسيه اللام القمريه لازم تنطق اللام الشمسيه مش لازم تنطق الجمله الاسميه والجمله الفعليه الجمله الاسميه لو تبدا باسم الجمله الفعليه بتبدا بفعل يعني هنا مثلا البلبل اسم هذا البلبل ده اسم بدا باسم هذا او البلبل او نحن طيب الجمله الفعليه بتبدا بفعل يغني أطفا طيب اقرا الجمل الاتيه واكمل الجدول التالي الجمله الاسميه والجمله الفعليه تحط لي الجمل دي يا اما جمله اسميه وجمله فعليه طيب اسلوب تعجب استخدم اسلوب التعجب في الدهشة والتعجب من أساليب التعجل مثل ما أفعل زي ما أعزب ما أجمل طيب حطيت الجمل دي في أسلوب تعجب في شكل أسلوب تعجب في الواجب طبعا رأى باسم سحابة طبعا تحطها لي هنا تقول لي يا إما جملة اسمية ولا جملة فعلية دي رأى طبعا جملة فعلية بدأ بفعل طيب عندنا تاني أسلوب النداء يا محمد يا فلان كده مثلا هتحطها لي الجمله الجمله دي هترتبها وت وتحطها في جمله مستخدم فيها اسلوب النداء طيب في الواجب برضو فعل الماضي والمضارع طبعا فعل الماضي بيدل على كلمه الفعل حصل في الماضي نزل حفرت حفرت طيب عندنا هنا الفعل المضارع لا حاجه بتحصل دلوقتي ينطلق الصاروخ الان تخرج الفتاة مع ولد تخرج كل ده ايه في المضارع طب انت هتقولي لي اول واحدة هحلها يا يزور عمي عائلة يا يزور دي كده مضارع ما قلناش زارة الماضي منها زار طيب حلو بقى الباقي في الواجب ميز الجمل الاسمية والفعلية اسمية تكتب جنبها اسمية فعلية تكتب جنبها فعلية الاسم الموصول طبعا الاسماء الموصولة اللي هي الذي والتي والذين طيب واللائي وهكذا الكتاب الذي تقراه هو كتاب في التاريخ ما ينفعش أقول التي ولا الذين طيب الذين دي للجمع والتي دي للمؤنث والذي للمذكر طيب اكمل بحرف الجر المناسب زي ما خدناها قبل كده وشرحنا فيها كتير ضع مكان النقط حرف الجر المناسب ذهب باسم وبسمه الى القاري أكمل الباقي في المفرد والمثنى والجمع المفرد ما دل على واحد او واحده زي محمد قلم شجرة. مسنة طبعا بيدل على اتنين. او اثنتين. زائد الف ونون او ياء ونون. زي شجرتان. ها? شجرتين. طيب. الجمع مدل على اتنين او اكتر او ثلاثة او اكتر. اقلام اعلام. طبعا كل كلمة هتكتبولي لي المسنة بتاعها والجمع بتاعها. موضوع مفرد. عندنا برضو هنا في رتب واكتب جملة مفيدة. هترتب ده وتعمل منها جمله مفيده في مره جمله اسميه ومره جمله فعليه تحويل الجمل تحويل الجمل الفعل في اول الجمله ياتي على صيغه الافراد لا يثنى ولا يجمع لا تلحقه الف اثنين او او الاثنتين او واو زي خالد يلعب في الشارع هتبقى يا خالد لا تلعب في الشارع كده انا حولتها من جمله اسميه لاسلوب نداء وطبعا استخدمت فيها النفي هنا تحول الجمل الاتية هنا تحط لي حرف الجر المناسب هنا برضو هتكتب لي حرف العطف المناسب هنا تميز لي الجملة الاسمية من الجملة الفعلية اسلوب النفي اللي هو بنستخدم في لا وما طيب ما ثقل الفلاح الله الزرع <applause> هنا مثلا لا تحب اميره سماع الموسيقى طيب ده نفي هتحط لي اسلوب النفي في الجمل دي الاولانيه محلوله الباقي في الواجب اختار الصواب مما بين القوسين. <applause> قريه شوارعها واسعه <applause> ده حقيقة ايه الخيال فيها طيب ده حرف الجر المناسب مكان النقط أه. ألعب الكرة في النادي أه. ده حرف العرف المن... العطف المناسب ذهب باسم أه. وبسمه وباسمة إلى الحق طيب رتب كلمات كل سطر تكون جمل أه. رتب الواجب ممكن توقف الفيديو وتتابع معي. جيب ورقة وقلم وتحل معي. ميز الحقيقة والخيال. القلم يستخدم في الكتابة. هم. ده حقيقة الخيال فيها. اختار حرف الحظ في المناسب. نجح سعيد. هم. ومحمد في الامتحان. هم. طيب. اكملك المثال نفس الكلام. المثال الاولاني ده حولها لنفي. بالجمل ده انا لنفي. برضو أكمل كالمثال ده الأسلوب نداء نستخدم فيها أسلوب نداء ونفي كمان طيب هنا استخدم المثنى والجمع في الجمل الآتية برضو نفس الكلام يسأل أخاك عما يأتي هم. حول كالمثال أمم استخدم أسلوب النداء والإيه وأسلوب الأمر هم. أكمل كالمثال التالي هم. ضع حرف الجر المناسب اختر حرف الجر المناسب كل ده المفروض يتحل في الواجب انا مش هتعوز اطول عليكم اكتر من كده اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابعوا اي جديد والاعجاب بالفيديو مشاركة الفيديو مع اصدقائك عشان غيرك والتعليق اسفل الفيديو لو بكلمة تم كل ده بيدعم القناة في انها تستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته